إذا عندكم نتائج اللي هي إيجابية واللي خصكم تحافظوا عليها. أنا كنتوقع أنه اللي كتكونوا كتشتغلوا وعندكم العمليات ديالكم اليومية، ما يمكنش الإخوان والأخوات يكونوا متفقين على كل شيء، ولا بد ما يكون نقاش، ولا يكون ولا بد ما يكون حوار، ولا بد ما يكون شوية ديال هذه أنا متفق عليها هذه ما متفقش عليها. ولكن هذا الشيء خصو يبقى في الحدود ديال الخدمة ديال المواطن. ما تنساوش، ما جيتوش باش شي يضي شي ولا شي يتفق مع شي، جيتو باش تحميو المواطن وتغضيو في يعني في العمل ديالو.